متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. بعد ظهور رولز رويس كولينان السيارة الـSUV الفاخرة التي ستنافس بنتلي بنتايغا، يبدو أن الشركات الفاخرة والسريعة بدأت تتوجه إلى سوق سيارات الـSUV. سنزف إليكم خبر حفاظ لامبورغيني الأوروس على شكل الكونسبت في نسختها الإنتاجية، حيث إنه أثناء إجراء اختبارات على نموذج اختباري للـSUV بالدنمارك، تم رصدها بتمويهات كثيفة لم تتمكن من إخفاء ما هو شكلها الذي ظل وفياً للكونسبت حتى بعد مرور 5 سنوات من الكشف عنه. حيث أعلنت لامبورغيني في مطلع الأسبوع الجاري أن الأوروس ستحتفظ باسمها وسيبدأ إنتاجها التجريبي خلال أبريل المقبل. والبارحة صدر تقرير من أحد المواقع يسرد أن تدشينها العالمي الأول سيتم خلال أبريل بمعرض سيارات شانغهاي 2017 في الصين، ولكن قبل ذلك سيتم عرضها لعملائها في حدث خاص بمسقط رأسها بسانت أغاتا بولونيزي بإيطاليا. ستستند السيارة على منصة MLB إيفو، وهي المنصة نفسها التي تستند عليها أودي Q7 الجديدة، وكذلك بورش كايين وفولكس فاجن طوارق. والأوروس سيتم بناؤها بمصنع لامبورغيني بإيطاليا، ومحركها سيكون توربيني مزدوج بترولي سعة 4 لتر V8. وتأمل لامبورغيني ببيع 3500 سيارة سنويا من الأوروس، وإذا حقق الموديل النجاح الذي يسعون إليه فحقيقة ليس من المستبعد أن تقوم الشركة ببناء سيدان ذات 4 أبواب وحتى المشاركة في الفورميولا 1. لمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المربع .net، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. إلى اللقاء.